الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة، ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجوداً واستنزف مقدرات الشعب والأمة. وأؤكد بأن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبالشكل الكافي، مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد، وقد وقفت لجنة التحقيق البرلمانية المشكورة على هذا الواقع. حافظت أسعار المواد الأساسية كالحليب والزيت والفرينة وغيرها على استقرارها رغم اللهيب الذي طال المواد الأولية وأسعار النقل على المستوى العالمي. فدفعت الدولة على سبيل المثال إلى غاية أوت 22 ما مقداره 58.5 مليار دينار جزائري كتعويض للزيت، فقط لمادة الزيت.